اسمي وليم عجليل من منطقة البحر الميت، عضو في سي اس في جوردن انفايرمنتال جروب. احنا بنحاول دائما نشتغل مع اعضاء سي اس والاشخاص المحليين في منطقة البحر الميت في المجالات البيئية، وعملنا في منطقة البحر الميت وراح نعمل المزيد من الاعمال بمشاركة السي اس من مارس، وهي كثير فرصة كثير رائعة. راح نلتقي مع اعضاء سي اس من مختلف الدول في تبادل الاراء والافكار حول المجالات البيئية، وراح نتشارك في عمل احسن لقدام. سيرفينج من حوالي قبل سنة، ويمكن من أول يوم أنا انضميت لهم. بتذكر رحنا على البحر الميت، عملنا اجتماعات كثيرة، منها كانت هون ومقاهي تانية بعمان، عملنا برضو اكتيفيتيز، احتفلنا ب 1 مليون سي اسرز عملناها بإحدى المقاهي بعمان. بتذكر كمان عملنا رحلة رائعة كانت لمدة 3 أيام، شفنا فيها كاوتش سيرفرز من لبنان من سوريا، وأتذكر إنه الجميع انبسط، وكانت يعني رحلة رائعة رحنا فيها على بترا وهرم وميت. طبعاً أول ما يوصل كاوتش سيرفر على الأردن أول محل بناخده عليه مطعم هاشم. يا جماعة أهلا وسهلا، نافت حبيبة اللي بده يتحلى يجي هون. قهوة جفرة بوسط البلد، أرجيلة وشاي وقعدة طرب. عملنا كمان من شهر 6 الماضي عملنا ووكس، هاي ووكس أول أوفر عمان، كل مرة كل يوم أحد نختار مكان يمشي فيه. طبعاً مناطق مختلفة من عمان، بيجي زوار، بيجي كاو سيرفرز من عمان من محلات ثانية وغنمهم لإلها، وبعد ما نخلص الوقت بنصفي لنا قاعدين في شي مطعم. طبعا أنا بديش أطول معاكم بالحكي، ولكن المثل بيقول صورة بتغني عن ألف كلمة، فهلأ بخليكم مع مجموعة صور رح أعطيكم فكرة كتير كويسة عن الأكتيفيتيز اللي بنعملها مع الكاو سيرفرز. يلا نحضر سوا.
خليني اشترك في CS. اشتركي فيه كتير حلو. اوكي قولي لي اذا في شيء بدك مساعده تسجيل الريجستر.